اهلا بيكم في حلقه جديده. انا مصطفى ودي حلقه جديده من قهوه اليورو. هنتكلم النهارده على المجموعه السادسه، مجموعه الموت. حطني رقم واحد في الانجازين. خلونا نبدا ببرازيل اوروبا، نبدا بالبرتغال حامل لقب 2016. منتخب البرتغال اكتر منتخب كان محطوط في خانه المنتخبات المتوسطه، بيفكرني كده بارسنال ارسن فينجر. ارسن فينجر كان بياخد مركز رابع في بريمير ليج، يروح تشامبيونز ليج يخرج من دور 16 والحمد لله. البرتغال بقى نفس النظام بالظبط، كانت بتعمل كده في اليورو ده، حتى وصلت نهائي 2004 وخسرت زي ما ارسنال خسرت نهائي تشامبيونز ليج 2006. بس قدر يعمل ريمونتادا ويلم شويه شباب وياخد بيهم يورو 2016، وهو دلوقتي من افضل 3 منتخبات على الساحه. منتخب البرتغال لعب 7 مرات في اليورو، اولها كان سنه 84 وقدر يستضيف البطوله مره واحده بس سنه 2004. افضل الانجازات كانت البطل 2016، الوصيف 2004، ربع ذهبي 84 و2000 و2012، ودور 8 يورو 96 و2008. تعالى كده بقى اكلمك شويه عن ارقام كريستيانو رونالدو. كريستيانو هو اكتر لاعب شارك في تاريخ اليورو ب 21 مباراه، وبكده يكون اكتر لاعب شارك مع البرتغال في اليورو. اللاعب الاكثر فوز في تاريخ اليورو، فاز في 11 ماتش في اليورو، بيعادل انيستا وسيسك فابريجاس. احد اكتر اللاعبين ظهورا في نهائيات اليورو، ظهر مرتين يورو 2004 ويورو 2016. رونالدو اكتر لاعب سجل في اليورو مع ميشيل بلاتيني ب9 اهداف. في شويه ارقام بقى كريستيانو رونالدو ممكن يحطمها اليورو ده، الانفراد بهدافين اليورو على بعد هدف واحد بس يبقى عنده 10 اهداف، يعزز رقمه ويسجل في اكتر من 7 ماتشات في اليورو، يعزز رقمه ويسجل في البطوله الخامسه ليه في اليورو، يعزز رقمه ويشارك في اكتر من 21 مباراه في اليورو، ينفرد في حال فوز البرتغال بمباراه واحده بس بانه اكتر لاعب شارك في مباريات وفاز بيها في اليورو ب12 مباراه. رونالدو موسوعه وارقام كتيره حققها وارقام اكتر وارد ان هو يكسرها في اليورو ده. قائمه البرتغال قائمه من اقوى القوائم في اليورو السنه دي، عنده لاعبين في كل المراكز وعنده لاعبين مميزين في كل المراكز. يعني مثلا في حراسه المرمى عنده روي باتريسيو، وعنده في الدفاع بيبي وفونتي اللي كسبان اللي معليه الدوري الفرنساوي، ده غير طبعا روبن دياش اللي عمل موسم ولا اروع في الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي وخد افضل لاعب في الدوري الانجليزي، عنده في الباك ليفت جوريرو لاعب دورتموند، عنده في الباك رايت كانسيلو وسيميدو لاعيبه مانشستر يونايتد وولفر هامبتون، في خط دفاع مميز ويقدر يشيل المنتخب وممكن يوصله فاينل. وعنده برضه في نص الملعب موسوعه من اللاعبين، موتينيو، كارفاليو، بريرا، برونو فرنانديش اللي شايل مانشستر يونايتد على كتفه وماشي بيها، ده غير طبعا ريناتو سانشيز اللي عامل موسم ولا اروع مع ليل وكسب معاهم الدوري، وروبن نيفيز اللاعب على رادار ارسنال ومن افضل نص ملعب في الدوري الانجليزي نص ملعب ولفرهامبتون. طبعا في الهجوم انا مش محتاج اقول لك، يعني عنده في الهجوم جواو فيليكس، عنده رونالدو، بس في لاعبين كانوا موجودين في اليورو اللي فات بس ما بقوش في اليورو ده زي كواريزما زي ناني، لاعبين كبروا في السن فما وصلوش لليورو ده وما تاخدوش في اليورو ده. وكمان اللي جاب اليورو 2016 مش موجود، وهو قدر المهاجم اللي جاب الجون في فرنسا وجاب لهم اليورو برده مش موجود في اليورو ده. في 2 لعيبه عاوزك تحط عينك عليهم في اليورو ده مع البرتغال. اللاعب الاول هو طبعا دييجو جوتا، لاعب ليفربول ومهاجم ليفربول، لاعب من تراس فريق، لاعب لو بدا اساسي هيصنع لك الفارق، ولو جبته من على الدكه في مباراه متقفله هينزل يجيب لك جون ويخلص لك المباراه زي ما كان بيعمل ليفربول. حط عينك عليه، جوتا هيقدم يورو من افضل يوروهات ليه. اللاعب الثاني جوديش، لاعب فالنسيا، لاعب برده مميز جدا على الجناح، بيقدم مواسم مميزه مع فالنسيا، لاعب برده حط عينك عليه، متوقع له اداء مميز في اليورو. زي ما قلت لكم الاسماء كده، منتخب يقدر يفعص اي حد تحت رجليه، بس انا بصراحه ما بحبش فرناندو سانتوس، بحسه كده رضا عبد العالي الكوره الاوروبيه، اللي هو انا هنزل بالفهلوه وبالحب هكسب وهلعب مباريات مميزه. معاه مجموعه من اللاعبين مميزين جدا، والمجموعه المميزين دول بتفكرني بديدييه ديشام مع فرنسا اللي هجيله كمان شويه، ان هو معاه مجموعه من اللاعبين مش هينفع يفشلوا بسبب اللعيبه اللي معاه. يعني ديدييه ديشام مش هيعرف يفشل بسبب الكوكبه اللي معاه في فرنسا اللي ما بيقدمش كوره حلوه، والناحيه الثانيه فرناندو سانتوس برضه بيعمل نفس النظام ان هو معاه مجموعه مميزه من اللاعبين وبيقدمش كوره حلوه، ولكن قدر يقدم اجل فوتبول على ابوه في يورو 2016 ويكسب اللقب. وهو تقريبا فرناندو سانتوس خد الكلمه حرفيا، لو قدم اجل قدم خرب، وقدر في ساعتها ياخد اليورو.
بس هو الاجل اللي عمله قدر يكسب اليورو والمنتخبات اللي كان نفسي عشانهم بيلعبوا كوره حلوه. هم فرنسا مع ديدي ديشامب في كاس العالم 2018 وبرتغال في يورو 2016، ممكن المنتخبين دول يقدموا كوره السنه دي، ده ما توقعش بسبب المنتخبات بتاعتهم بصراحه. توقع المنتخب البرتغال ان هو هيبقى متصدر المجموعه دي، يعني ومحدش يقدر يوقفه في اليورو غير لو اصطدم بانجلترا، بعيدا عن الفاينل لو اصطدم بانجلترا بره الفاينل هو اللي هيقدر يخرجه، او ممكن يبقى في صدام مع البرتغال وممكن ايطاليا، بس 50 50. الديوك ابطال العالم، الديوك على بعد لقب واحد بس يبقوا من اكثر الفرق حققت البطوله. فرنسا واخده البطوله مرتين، لو خدت البطوله السنه دي تبقى متعادله مع المانيا واسبانيا بثلاث بطولات. فرنسا لعبت في اليورو 9 مرات، قدرت تحقق اللقب في مرتين سنه 84 وسنه 2000، وقدرت تحل مركز ثاني او وصيف سنه 2016 ضد البرتغال، ووصلت للمربع الذهبي مرتين سنه 60 وسنه 96. فرنسا اكثر دوله نظمت البطولة، نظمتها 3 مرات سنة 60 و84 و2016. في احصائية كده على ديدييه ديشام مدرب منتخب فرنسا ان هو اكتر لاعب او مدرب شاركوا في اليورو او ظهروا في اليورو ب 21 مباراة، يعتبر هو والايطالي دينو زوف الوحيدين اللي ظهروا في نهائي اليورو كلاعبين وكمدربين في يورو 2000 مع ديشامب، يعني يورو 2000 وكلاعب ويورو 2016 كمدرب. طبعا لو قعدت اتكلم على كل لاعب في اليورو او كل لاعب في قائمه الفرنسا لليورو هنقعد نتكلم عن قائمه ساعتين الا ربع، فانا هقول لك شويه لاعبين خارج قائمه اصلا فرنسا، بعد كده هنحاول نتكلم على بعض اللاعبين في القائمه دلوقتي. اللاعبين اللي كانوا مفاجاه بالنسبه لي اللي هم ما اتاخدوش السنه دي مع فرنسا في اليورو، اول لاعب هو ثيو هرنانديز باك ليفت ميلان. باك ليفت ميلان قدم موسم مميز جدا مع ميلان وعمل موسم ولا اروع وخدهم وداهم للتشامبيونز ليج وعمل موسم مميز جدا، ازاي ما ياخدوش ويفكر انه يلعب لوكاس هرنانديز اللاعب اللي طول الموسم بيلعب مع بايرن كقلب دفاع ياخده يلعب باك ليفت في اليورو؟ دي حاجه انا مش فاهمها بصراحه. اللاعب الثاني وهو اوباميكانو، اوباميكانو من اللاعبين المميزين جدا ومن افضل دفاعات او من افضل قلب دفاع في العالم، والسنه دي قدم موسم مميز جدا مع لايبزيج، ازاي برده ما يتاخدش في وسط اللي انت متاخد لاعبين قدموا موسم كارثي زي فاران وزي لونجلي، خدت الاثنين دول وما خدتش اوباميكانو ازاي؟ انا مش فاهم ومش مستوعب ديدييه ديشام بيفكر في ايه. ده غير طبعا لاعبين في نص الملعب زي نادومبيلي اللي قدم موسم ولا اروع مع توتنهام، وحسام عوار اللي عامل موسم مميز جدا في فرنسا مع ليون. ديدييه ديشام لما حد بيساله مثلا انت اللعيبه دي ما خدتهاش ليه، او في بعض اللاعبين ما خدتهمش، وفي لاعبين غراب جدا بتاخدهم معاك في بطولات المجمعه، هيرد عليك زي ما رد 2018 وقال لك انا باخد اللاعبين اللي بيقدروا يقدموا شغلي واللي حافظين شغلي وهيريحوني في ارض الملعب. يعني عايز يقنعني ان لعيبه زي فاران وزي لونجلي هيريحوه في ارض الملعب، هم هيريحوك خالص وبكره يطلعوكم البطوله يا معلم. بصراحه اللاعب الوحيد اللي عايز اتكلم عليه في قائمه اليورو، القائمه اللي مليانه كوكبه من النجوم وفي تخمه في بعض المراكز، ولكن اللاعب اللي عايز اتكلم عليه وهو بنزيما. بنزيما من 5 سنين ما دخلش المنتخب، من تقريبا من يورو 2014 ما دخلش منتخب فرنسا، واليورو جه وخسروا اليورو وراحوا كاس عالم وكسبوا كاس عالم وكل ده من غير بنزيما، ولكن بنزيما السنه دي في يورو 2020 انا اتوقع ان بنزيما هيعمل بطوله كبيره جدا زي ما عمل موسم كبير مع ريال مدريد. بنزيما من اللاعبين اللي تخليني هبقى مشجع لفرنسا في اليورو، مع ان انا اصلا بحب انجلترا واشجع انجلترا في اليورو، بس هبقى متعاطف مع فرنسا وعايز فرنسا تعمل حاجه بسبب بنزيما اللي انا بصراحه بحبه، بعيدا عن السف اللي بيبقى عليه، بس بصراحه بنزيما من وجهه نظري مهاجم كبير جدا وهيقدم يورو مميزه جدا السنه دي. هل بقى منتخب فرنسا فريق انبيتابل او منتخب صعب ان انت تكسبه؟ الحقيقه لا، البرتغال ممكن يكسبه بسهوله والمانيا ممكن برضه تكسبه بسهوله، بس زي ما قلت لك اللي هو منتخب ممكن حد يكسبه عادي جدا، هو برضه منتخب سهل جدا ياخد البطوله عادي ومن غير مجهود زي ما خد مونديال 2018. توقعي ان هم يتأهلوا من المجموعه ولكن في المركز الثاني بعد البرتغال. وخدوها مني، فرنسا هتخرج من البطوله في 3 حالات، اذا لبست ضد انجلترا في دور متقدم، او لعبت ايطاليا، او لعبت البرتغال في دور متقدم. لو لعبت ال3 فرق دول في دور بعد دور المجموعات انا بقول لك ان فرنسا هتودع البطوله. المان شيفت،
المنتخب الالماني اللي فيه بعض التخبطات، يواكيم لوف اخر بطوله ليه وهيمشي بديل، هيجي بداله هانز فليك، وبعض اللاعبين الغراب جدا في قائمه المانيا، لاعبين انا بصراحه في معظمهم مش معرفهم، بس حاولت اعمل سيرش واتكلم عليهم بعد بشويه. بس ان انت في لاعبين ابتدوا يعتزلوا منك، وفي جيل بيبدل جيل، وكل الكلام ده مخلي المانيا في موضع ضعيف زي ما شفناه في مونديال 2018، ممكن نشوفه في السنه دي في اليورو برده ما بيقدمش حاجه. ولكن المانيا زي ما احنا عارفين الماكينات الالمانيه لا تؤمن. المانيا شاركت في اليورو 12 مره، اولهم كان سنه 72، وكان بطل في ثلاث مناسبات 72 و80 و96، الوصيف برضه في ثلاث مناسبات 76 و92 و2008، نصف نهائي في ثلاث مناسبات برضه سنه 88 و2012 و2016. الباين والواضح ان منتخب المانيا ما بيدخلش اليورو غير لما بيوصل على الاقل نصف النهائي، لا ما وصلش نهائي، ودي حاجه تخليك خايف من المانيا. مهما المانيا مستواها ضعيف او السكواد بتاعها مش تقيل، ممكن يلعبوا بشكل جماعي ويلعبوا بشكل مميز يخلوك يوصلوا نصف النهائي او حتى النهائي. اكتر لاعب شارك مع المانيا في اليورو هو شفان شتايجر ب 17 مباراه. الهدافين التاريخيين لالمانيا في اليورو ماريو جوميز وكلينزمان الاثنين بخمس اهداف. المانيا هتشارك في استضافه البطوله على ملعب بايرن ميونخ الاليانز ارينا، والاليانز ارينا هيستضيف كل مباريات المانيا في المجموعات، وكمان مباراه من مباريات دور ال 16. طبعا لو قعدت اتكلم على قايمه المانيا لليورو مش هخلص كلام، والحلقه تسرح مننا برضه ساعتين الا ربع زي فرنسا كده بالظبط. مجموعه من النجوم، قايمه مليانه نجوم، معظمهم بيلعب في الدوري الالماني ولكن كلها نجوم في فرقها، وكلها بتلعب اساسيين في فرقها. في كذا لاعب كده عايزك تحط عينك عليه في اليورو ده مع المانيا، عشان انا حاسس ان هم يصنعوا الفرق معاهم. اول لاعب وهو جوسنس باك اتلانتا، واللي كمان ممكن في اليورو ده يلعب وينج باك لما المانيا في الودياتش شفناها كذا مره لعب بال 3 4 3، فممكن نلاقي جوسنس ده بيلعب وينج باك ومتغطي وراه وما يرجعش كتير. فجوسنس اصلا بيلعب مع اتلانتا كباك، بيلعب باداء مميز جدا، تحط عينك على جوسنس الباك الشمال بتاع المانيا. لاعبين لايبزيج جلاستن بيرج وكلوسترمان، لاعب بيلعب ناحيه اليمين واحيانا قلب دفاع اللي هو كلوسترمان، ولاعب بيلعب ناحيه اليمين صريح وهو ليستنبرج. اللاعبين دول مميزين جدا مع لايبزيج، وقدموا موسم مميز جدا مع لايبزيج، وكانوا بينافسوا على الدوري كده من بعيد، ولكن اللاعبين دول انا حاسس انهم قدموا وهيعملوا فارق مع المانيا، وخلي عينك عليهم. على المستوى بقى الهجومي، عايزك تحط عينك على جمال موسيالا، وينج بايرن ميونخ الشاب اللي عنده 18 سنه. اللاعب ده مميز جدا، واكيد هيجي من على الدكه في اليورو مع المانيا، ولكن لما يجي من على الدكه هيقدم اداء خرافي، وخلي عينك عليه عشان موسيالا هيعمل يورو كبير. واللاعب الاخير اللي عايزك تحط عينك عليه في اليورو من المانيا وهو كيفن فولاند، مهاجم موناكو الفرنسي. انا مش هيلعب بشكل اساسي لان تيمو فيرنر هو اللي بنسبه كبيره هيلعب بشكل اساسي، ولكن فولاند مهاجم مميز جدا مع موناكو، وخلي عينك عليه. نعم المانيا فريق مدجج بالنجوم وفي نجوم في كل خطوطه، ولكن انا بقول لك ان المانيا او بتوقع ان المانيا هيصعد كاحسن توالد، ولا مركز اول ولا مركز ثاني، لا ده هتصعد من احسن توالد بسبب المشاكل مع يوكيم لوب. يوكيم لوب بقاله فتره ما بيقدمش حاجه مع المانيا، فانا اتوقع ان المانيا يصعد في مركز ثالث. منتخب المجر، منتخب المجر ولا انا ولا انت ولا حتى ابوك شاف المنتخب ده، ممكن اللي يشوف المنتخب ده هو جدك. فريق عمل انجازات وقدم مستويات من الثلاثينات لحد اوائل السبعينات، وكانت افضل فتره ليه في الخمسينات مع بوشكاش، وبعديها ما ظهرش لحد ما شرفنا في يورو 2016، وكان ساعتها بقاله 44 سنه غايب على اليورو، بمناسبه دي اكبر سلسله غياب عن اليورو في التاريخ. ولما رجع المجر صعد كاول مجموعه يعني. بس يظل المجر من اكتر المنتخبات الغامضه عبر التاريخ تقريبا، منتخب فجاه يبقى يجيلك في البطولات وفجاه يغيب 44 سنه وفجاه يبقى ظاهر وفجاه مش ظاهر، وده من اكتر المنتخبات الغامضه او الحاجات الغامضه اللي بيتم دراستها حاليا. المجر شاركت في اليورو ثلاث مرات بس، اولها كانت سنه 64 وخدت ساعتها مركز ثالث، وبعد كده شارك في يورو 72، ودي كانت اخر بطوله للمجر او اخر يورو للمجر في القرن العشرين. عشان نرجع نشوف المجر من تاني في يورو 2016، ومش بنشوفها بس، لا دي كمان بتصعد للمجموعه كمتصدر للمجموعه، وبتقدم اداء كويس جدا لحد الدور 16 لما قابلت بلجيكا، وبلجيكا رزعتها اربع زغاليل وخرجت حامل من البطوله.
اكتر لاعب شارك مع المجر في اليورو، وهو يعني اشهر لاعب هو كيرالي الحارس اللي كان بينزل الملعب ببنطلون البيجامه، اللي هو بيقول لك انا ببقى عايز ابقى مرتاح في الملعب. لعب 4 مباريات مع المجر في اليورو. المجر كمان هتشارك في استضافه البطوله على ملعب بوشكاش ارينا في بودابست، والمجر هتلعب والملعب ده هنا هيستضيف مباريات المجموعه السادسه ومباراه مباريات دور ال 16. من اكتر الاخبار اللي ضايقتني بصراحه عن منتخب المجر هو اصابه نجمهم دومينيك سوبوسلاي. سوبوسلاي كان تارجت اصلا لارسنال في يناير اللي فات، ولاعب مميز جدا وكان بيشيل المجر، ولكن اتصاب وهيغيب عن البطوله. بالتشكيله الحاليه للمجر ومن غير سوبوسالي اتوقع المنتخب ده مش هيقدر يقف على رجله. منتخب المجر كده هيبقى عامل اللي واقف في كورنر وثلاث بني ادمين او ثلاث لعيبه جايين بيقبلوا عليه، ولكن من الطبيعي ان احنا هنشوف من مارك روسي الايطالي قفله سودا في ال 18 بتاعتهم. فلو في منتخب من الثلاثه حلوله الهجوميه عطلت اتوقع ان هو هيقع قدام المجر. بس خلينا نمشي ورا الطبيعه والمنطق والحاجه اللي معروفه، يعني ان المجر يبقى رابع المجموعه ولكن مش هيستقبل جوال كتير زي ما متوقع. بس هو ده رأيي وتوقعي للمجموعة السادسة، مجموعة الموت في اليورو، أفضل مجموعة وأفضل مباراة تتفرج عليها في المجموعة دي. توقعت إن البرتغال في الصدارة، يجي بعديها فرنسا، يجي بعديها ألمانيا، وفي الآخر المجر. قول لي رأيك أنت في المجموعة وفي الكومنتس، وقول لي كمان توقعاتك من السعوديين من وجهة نظرك. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصل لبعض من الناس، ولو أول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك أول بأول يعني، وأول حلقة تنزل على اليورو إيطاليا وتركيا بكرة تجيلك أنت أول واحد. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بنتكلم حاجات كتير هناك، اعمل لي فولو وبس. انا مش عارف فيسبوك تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.